دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وايضا متابعه لاهم الماتشات اللي هتتلعب النهارده في اطار الجوله 33 من بطوله الدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فشرم الشيخ هتستضيف فعاليات المؤتمر الإقليمي حول التعاون الدولي في المسائل الجنائية، خاصة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وده بحضور ممثلي 20 دولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. النهاردة هيقيم المجلس الأعلى للثقافة سلسلة من الندوات حول القضايا المرتبطة بالثورة ودورها في بناء الجمهورية الجديدة، احتفالاً بذكرى مرور 10 سنين على ثورة 30 يونيو. الندوات دي هتستمر لحد يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري بمقر المجلس الأعلى للثقافة. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الساعة 8:30 مساءً على المسرح الكبير، بيتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية اللي وضعها كبار المؤلفين منهم باخ وبيتهوفن وشومان وفيفالدي. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة، هيلتقي الداخلية مع الإسماعيلي الساعة 8:30، في نفس التوقيت يلتقي كل من غزل المحلة والبنك الأهلي وطلائع الجيش وأسوان وسيراميكا وبيراميدز.